learn my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. ضمن فعاليات أيام الموضة في مراكش، قدم مصمم الأزياء الإيطالي من أصل فلسطيني جمال تسلق عرضه لربيع صيف 2011 للخياطة الرفيعة المستوحى من ألوان حوض المتوسط. أي قماش لازم يعطي روحه على 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 السيدة، لأنه على مشيتها خطوتها إله هدلة بطريقة كتير أنوثية، وهذا بهم أنا برأيي أي زبونة أو أي امرأة بتحب تظهر بمنظر أنيق وبسيط. تحتوي المجموعة على فساتين مزخرفة بلمسة غربية وشرقية في آن واحد للتذكير بالحضارات المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط. الأتواب العربية الفساتين كانوا قد ما يتعبوا على نسيج التوب ونسيج الحرير، كانوا حتى الرومان واليونانيين كانوا قد ما كانوا يتعبوا، فكان إشي ثمين القماش بالنسبة لهم، فما كانوا يحبوا يقصوه أو يعملوا له، فكانوا يعملوا له بس ثقب من شان يلبسوه أو يعملوا دربيه يلفوه على أجسامهم. يتفادى تسلق تخيط الفساتين التي يصمم من عدة قطع، ويفضل أن تكون من قطعة واحدة تماما كما كان يلبس الثوب أو الفستان في الحضارات القديمة. نوبة الحنين التي أصابت المصمم الإيطالي جمال تسلق ذو الأصول الفلسطينية هي التي حفزته للمشاركة في أيام الموضة هنا في مراكش. ليث بزاري، العربية.